وصادف يعني ان انا يعني خلاص هويت قوي الخط ده فبدأت اشتغل فيه. اتبسطت قوي قوي في الشغل في أحلام سعيدة. كان مسلسل فيه كل النجوم دي كانت حاجة يعني مشرفة قوي، والشغل مع أستاذ عمرو والشغل مع أستاذة يسرى ومي كساب وغاد عادل وشيماء سيف، يعني كان بجد التيم كله كان حلو قوي 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 قوي، والكيمستري ما بيني وبين نور محمود كانت هايلة، والحمد لله يعني التصوير مشي لذيذ، واتبسطت قوي 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 من الشغل وفرق معايا قوي في المسلسل ده الحمد لله. كمان كان ليكي صوت العرب. أي كانت تجربة مختلفة، وكانت كاركتر مختلفة تماما عن كاركتر شروق، يعني هدى مختلفة قوي عن شروق، وكنت مبسوطة قوي في الشغل على الشخصيتين، يعني على الاختلاف ما بين الشخصيتين. ايه دول اللي بتعتبريه انطلاقة ليكي في المجال؟ حاسه ان هو كان هو السبب في الشهرة بتاعتك؟ دوري في مسلسل نمرة 2. طيب لو جينا نسأل اسئلة كده سريعة، انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا ماليش في الكوره قوي يعني، بس علشان العيله اهلاويه فانا اهلاويه يعني، بس انا ماليش في الكوره يعني. اكتر لاعب بتحبيه تشوفيه؟ محمد صلاح. ايه اكتر اغنيه معلقه معاكي الفتره دي؟ تعالى دلعك بتاع بهاء سلطان. لا سمعنا حاجه. لا صوتي مش حلو. طيب ايه اكتر مطرب بتحب تسمعيه؟ بحب قوي محمد محي قوي، وطبعا واي يعني اي حاجه قديمه بحبها. بحب ام كلثوم قوي 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 قوي، وبحب الحاجات بتاعه الثمانينات والتسعينات برضو جدا يعني. طيب لو قلنا علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ بتتعاملي معاها ازاي؟ وبتحبي اكتر الفيسبوك ولا الانستجرام؟ انا بجد بكره السوشيال ميديا، ويعني كل ما بنزل صوره بتبقى فاهمه بالزق بقى من اصحابي والناس اللي حواليا وكده، بس يعني بدات يعني ابقى متابعه الحاجات وعلشان الشغل وكده. بتتابعي اكتر على الانستا ولا على الفيسبوك؟ يعني الفيسبوك بحط عليه ميمز الصفحه الشخصيه بتاعتي، بس بشير ميمز، وانستجرام بقى يعني صور واخبار وفن. ايه اخر حاجه اتفاعلت معاها؟ حاجه دلوقتي اتفرجت معاك؟ يعني الناس كلها كانت متابعه طبعا القضيه بتاعت جوني ديب وامبر هيرد، فيعني الموضوع كان موتر قوي. طيب لو قلنا في الاكل، ايه اكتر اكله بتحبيها؟ اكتر انا بحب كل الاكل الصراحه، يعني بحب الفته وبحب المحشي وبحب الملوخيه، يعني بحب كل حاجه. طيب وبتحبي او بتعرفي تطبخي؟ بعرف اطبخ كل حاجه برضه والله، شاطره قوي في الطبيخ. ايه ستة بتشوفي؟ بحب اطبخ جدا، او بستمتع بالطبخ يعني. طب لو قلنا مواصفات احلامك ايه؟ حاجات كتير بقى. انتي شويه بالشكل او يبقى راجل محترم وكمل كده. طب هو لو قال لك اقعدي حطيتي تمثيل وهو هيتجوزك، هتوافقي ولا لا؟ لا طبعا. لا طبعا، لو عايزه اعمل حاجه اعملها بمزاجي، مش عشان خاطر حد هيقول لي يعني اعملي كذا او لا. هو حتى لو بتحبيه قوي ما تقدرش. طب لو ايه هي المهنه اللي انت كنت حابه تشتغليها مكان التمثيل؟ مش ممثله يعني، تحبي تكوني؟ يعني انا اصلا ممثله وبعمل حلي، بصنع حلي، بس لو ما كنتش الاثنين كنت مثلا انا كان نفسي برضو اخش فنون جميله، ما دخلتش فنون جميله. لو ما كنتش عملت كده كنت هخش هندسه ميكانيكا، كنت نفسي ابقى يعني اشتغل في العربيات وكده. احكي لنا بقى عن هوايتك في اللغات. احكي لك عنها ايه؟ يعني قلنا التجربه بدات ازاي، وانت ايه اللي حمسك ليها او شغفك ازاي بدات؟ بدات اشتغل في الحلي من 10 سنين، كنت يعني طول الوقت بصنع حاجات بايدي، وجت ان انا يعني بالصدفه برضو ان انا بدات اكتشف الشغل بالمعادن وكده، وصادف يعني ان انا يعني خلاص هويت قوي الخط ده فبدات اشتغل فيه وعملت البراند بتاعي. فيكي هوايات تانية؟ فيكي ولا لا؟ عندك هوايات تانية؟ برقص رقص معاصر، يعني في كذا حاجه يعني، وحاجات ليها علاقه بالفن برضو، وحاجات ليها علاقه بالاعمال اليدويه. لو انا الشخصيه اللي حابه تجسديها فتره ايه؟ حابه مثلا
حابة أعمل كل حاجة، يعني حابة أكتشف نفسي في كل الأدوار، وحابة الأدوار يعني حابة أعمل حاجة معقدة قوي واتشالنج بيها نفسي واتمرن عليها وذاكر عليها، يعني حابة أكتشف رينج كبير قوي من الشخصيات. يعني لو احنا في الزمن الفني الجميل كنت حابة تشتغل مع مين ممثلين من زمان؟ أحمد زكي طبعا. أحمد زكي طبعا. طب لو انت مثلا، لو قلنا انت مثلا شبه حد او صحابك، لو في شله مثلا من الزمن الجميل كنت تشتغل مين؟ كنت هبقى بشيلة مين؟ كنت اكيد هبقى صاحبة قوي مثلا رشدي أباظة. يعني كنا هنبقى بيست فريندز يعني. وكنت برضو هبقى صاحبة قوي برضو احمد رمزي. ايه؟ كنت ممكن ابقى برضو صاحبة قوي تحية كاريوكا. في اعمال جديده بتحضرها؟ في مشروع بحضره بس يعني مش عارف اتكلم عليه قوي دلوقتي. لا لو حابه تحكي معانا، اقول للناس ايه؟ يعني هقول لهم ايه؟ مبسوطه اني كنت معاكم النهارده و بس.